يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في فيديو جديد من قناة كشكول. واليوم عندنا مناقشة، حنتناقش عن أول 6 شهور من السنة، إيش الأفلام والمسلسلات والأنميات اللي يعني شدت انتباهنا أكثر شيء. حناخد تقريبا 3 لكل شخص عشان ما نقعد بكرة الصبح يعني، لكن إن شاء الله تستمتعوا معنا. طبعا معايا عاصم الزهراني، أهلا وسهلا مرحبا فيك. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ولا كويس ان خليناها 3، لان الصراحه السنه يعني كلمه ناشفه قليله فيها مره. على حسب الفئه يعني، في فئات اوكي يعني طلع معايا 6-7 صراحه. اوه والله كريم انت. انا 3 باليلا فيها كلها. وفي فئات طلعت الثالث بالقوه يعني. اوكي يعني اتفق معك، في فيها نشفان من جهات وفي جهات أخرى يعني كويسة. بالنسبة لي يعني ممكن أنا تختلف معايا، بس الأنميات بشكل عام مبسوط فيها. الموسمين السابقين اللي هو الربيع والشتاء. الأفلام بدينا ندخل الحين جامد، آخر شهر كده تقريبا بدأت الأفلام تنزل بشكل قوي. المسلسلات هي اللي صراحة بالنسبة لي كانت يعني أضعف شيء السنة إلى الآن يعني. النصف الأول كان مرة ضعيف صراحة. نفس الشيء تقريبا، الأنميات يعني زي ما قلت أنت، يمكن بس الفرق وفي سويتش بين الأفلام والمسلسلات يعني. المسلسلات هذه ما أدري، بس أنا عني خرجت من الكومفورت زون حقي وبدأت أبحر في أشياء أبدا ما كنت أتابعها يعني. لا جانرز زي كذا، فممكن عشان جديد خلينا نقول الجانرة ما قد دخلتها، ممكن بس يا هو الأفلام يعني زي ما قلت أنت أغلبها جديد، يا إنه موجود في السينما ولسه ما شفته، يا إنه دوب نزل بس ما حصلت الوقت إني بس أتفرجه. فيس طيب خلينا نبدأ. طيب على طول إيش رأيك؟ ممكن نبدأ في الأفلام أول شيء. خلينا مدام بالنسبة ليك أضعف شيء، فممكن نبدأ من هناك. طبعا في افلام لا باس بها نزلت السنه هذه يعني مجموعه طيبه. في بعضها صراحه انهضم حقه، عندك زي مثلا ميتشل اند ذا ماشين فيرسس ذا ماشين. هذا اذا ما حد شافه جميل جدا، من افضل الانميات، من افضل افلام الانيميشن اللي نزل السنه هذه. هو حقيقه يعني كان بينه وبين الثالث عندي شعره، لكن ما وصلها يعني. بس من الافلام اللي صراحه انصح فيها. لكن لو بختار أول واحد بالنسبة لي الأفلام، فهيكون A Quiet Place Part 2. طبعاً ناس كثير يختلفوا معايا، بس أنا عجبني أكثر من Part 1 حقيقةً. افتقدت بعض الممثلين أكيد، لكن ما أدري كذا السسبنس، الإثارة كانت أعمق بالنسبة لي في الفيلم الثاني. حس إنه اتمرس في الفيلم الأول المخرج جون كرانزينسكي، وأعطانا في الجزء الثاني يعني شيء نظيف. في شوية كشاك كان ممكن تصير أفضل يعني. سويت مراجعة كاملة في القناة إذا أحد يبغى يشوفها، لكن بشكل عام طلعت من الفيلم مرة مبسوط. فهذا الفيلم الأول. فأنت إيش فيلمك الأول؟ الفيلم الأول بالنسبة لي والله أفلام الأنيميشن بشكل عام يعني الصراحة خيبني اللي هو لوكا الأخير يعني بالنسبة لبيكسر، لكن في نفس الوقت أعطونا ريا أند لاست دراجون، فحسيته عوض. عوض يعني لو بغى قيمة في الأفلام الانيميشن اللي نزلت السنة هذه إلى الآن يعني لوكا تحت آخر شيء خلاص، بعدين لا في هنا ريا في التوب عندي بالنسبة لي. فيا ريا أند لاست دراجون صراحة استمتعت جدا جدا فيه يعني كفيلم انيميشن. رايا يعني هو بالنسبة لي برضو في القائمة من التوب 3 إلى الآن صراحة، وهو اللي يعني مع خلى ميتشز ذا ماشين فيرسز ذا ماشين هو اللي ما يدخل، لأنه صراحة من جد كان فيلم مميز يعني. كانت توقعاتي ما عندي أي توقعات، ما أعرف عن إيش الفيلم، ودخلت وتوقعت إنه يكون شيء مرة مألوف، وفيها طبعا جزئية مألوفة، لكن بشكل عام الفيلم كذا فريش، والشخصيات، النكت، الحوارات، يعني من الأفلام اللي هي أقرب إلى 10/10 يعني. يعني ممكن أعطيها 9.5، لكن أقرب إلى 10/10 من كثر ما هي ممتازة يعني. مرة ممتازة.
أنيميشن شيء يستهبل الرسم صراحة من أجمل الأفلام حقت السنة. أنا اللي عجبني يمكن نقطة واحدة بس فقط لا غير بدون ما نتطرق لتفاصيل عشان الحرق، اللي هو في اختلاف ديناميكي بين خلنا نقول الانفايرمنت بين مختلف مقاطع الفيلم. يعني لو دخلنا كذا خلنا نقول بندخل في شوية حرق، بس يعني من جد من جد كان كل environment وكل بيئة خاصة في مقطع من الفيلم كان يعني ملائمة بشكل مرة ممتاز وتعطي جو مرة كويس، فهذا أكثر شيء عجبني فيه للأمانة، مرة مرة كان كويس بالنسبة لي. ممتاز ممتاز. طيب إيش فيلمك الثاني؟ فيلم الثاني هو للأمانة من هنا يعني تبدأ ليش الفرق الشاسع بين الأول والثاني. عجبني فيلم Fatherhood حق كيفن هارت، بس okay. بس في نفس الوقت يعني أنا ما أدري لأنه أجين في عدة أفلام أنا فوتها السنة هذه ما شفتها يمكن هي السبب، لأنه بالنسبة لي حتى هو هذا الفيلم وأقول إنه الثاني بالنسبة لي، لكن هل هو يعني لو في سنة أخرى ما يدخل توب 20 بالنسبة لي، بس كان بالنسبة لي شيء فريش يعني خصوصا من كيفن هارت. يعني بداية الفيلم كنت بدخل بس يا كيفن هارت ستاند اب كوميدي مدريش، توقعت انه يعني بيجيب العيد في الرول حقه بشكل مرة كبير، لكن رجعها مشاها وما طلعني من جو الفيلم خلنا نقول الاحداث حقته. استمتعت فيه يعني. ما شفته حقيقة ما شفته والله الى الان، بس سمعت كلام عنه جيد يعني حقيقة. كيفن هارت ترى ممكن يطلع مشاعر كويسة يعني، وأنا دائما أشوف الممثلين الكوميديين إنهم لما يطلعوا جانب جدي دائما يطلعوه بشكل غير متوقع يعني أقرب للواقع بشكل كيري خيف. يب المثال اللي على طول جاب المثال اللي هو جيم كيري، فبالفعل يعني بس إنه أنا بالنسبة لي يعني كيفن هارت مختلف عن باقي الكوميديين، لأنه كيفن هارت زيه زي ذا روك طالع في كل مكان خلاص وكل مكان كل مكان طالع فيه بنفس كيفن هارت. أنا استمتع فيه الكوميدي ما أقول لك لا، بس كان أخذ تقريبا 30 دقيقة بس ماني منتبه مع الفيلم. أنا مستوعب إنه إيش، لا كيفن هارت محطوط في فيلم يعتمد على دراما ومشاعر، فلازم أغير النظرة لي للممثل أو ذا وأدخل معاه في الشخصية فقط لا غير، بس عشان كيفن هارت that's it. فيمكن هو اللي يعني خرب علي استمتاعي بالفيلم، لكن بعد خلاص بعد ما تقبلت دخلت جو صراحة ما طلعت هذا حق قال يعني. أيوة لا في كمان يعني أحيانا الممثلين يأخذوا وقت لما يدخلوا في الشخصية، هذا شيء ممكن بعد. شيء الثاني إنه أحيانا المصور نفسه أو المخرج نفسه يرتب التصوير بالمقلوب، يعني مثلا يصور مشهد في النص بعدين يصور مشهد في البداية، فتلاقي إنه الشخصية جاية في النص وهي أصلا الممثل نفسه لسه ما دخل جو مع الشخصية والمفروض إنه يعطي مشاعر كاملة فيحس نفسه ضايع، وهذا كثيرة تسبب مشاكل الممثلين. ما أدري يعني إذا هذا الفيلم زي كذا، بس لاحظت هذا الشيء كثير يعني، خاصة لما أشوف behind the scene إنه لما أشوف المشاهد اللي حسها ضعيفة تكون مشاهد تصورت في بداية المشوار يعني. نعم كتبي صراحة ما طلعت behind the scene yes. بس إنه زي ما قلت لك أنا بالنسبة لي فسرتها بهذه الطريقة، لأنه ماني قادر بالمرة مرة ماني قادر يعني. حتى في شخصيته هو يعني لو انه خلينا نقول غير لبسه ولا غير طريقة كلامه، ولا تعرف بعض الممثلين لو جاب لغة او اكسنت مختلف ممكن يعني يساعده في تقمص الشخصية، لكن بنفس الاكسنت بنفس طريقة الكلام الدليفري، وحتى اساسا اول ما يعطي يقول النكتة الاولى خلاص تشبك ترجع كيفن هارت يعني يا هذا اغلب الكثير من الممثلين الكلاسيكيين خاصة في العالم العربي اللي يتسوى لهم
شخصية بناء على الممثل نفسه مو العكس. يب. يعني الشخصية تنكتب وتكون مثلا والله أحمد عاشور هو هو الممثل اللي في بالي وكتبت الشخصية هذه بناء عليه عشانه. هذا أغلب الممثلين الكلاسيكيين خاصة عندنا في العالم العربي، فقد يكون نفس الشيء إنه يعني كتبوا له، أو عادة متعود إنه يسوي أفلام مكتوبة لي فجأة سوى العكس فيكون هذا تشالنج. أنا ما شفت حقيقة فما أقدر أحكم، لكن أوكي. الثالث بالنسبة لي اللي هو ذا فاذر. طبعا الأوسكار انت قلت الثاني، اصبر انت قلت الثاني ولا لا؟ ايوه رايان ذا لاست دراجون. اوكي حركت عليك انا. اوكي تمام، بالعكس كذا دخلنا في النقاش حلو. ذا فاذر طبعا الأوسكار يعتبروه 2020، لكن هو حقيقة ما نزل في السينمات الا في 21. وانا شفته في السينما لما نزل في فبراير كان اعتقد او شيء زي كذا. الفيلم هذا فيلم نفسي، في كثير من لحسات المخ، تحس نفسك فجأة انه انت ما انت في العالم الطبيعي. يعني ممكن تجيك فترات كده تحس انه انت دخلت عالم اخر يعني. لكن الشيء اللي كان واو اللي هو كان أنثوني هوبكنز. يعني أنا ما أعرف إنه كيف بعد مسيرة 50 أو 70 سنة تمثيل تسوي أفضل دور لك وأنت عمرك 85. يعني بالنسبة لي العقل ما مو قادر يحلل هذا الشيء. يعني كل هذه السنين بعدين تيجي وخلاص، يعني على خلنا نقول بعد عمر التقاعد بخمس سنين، حتى كم 25 سنة عمر التقاعد وتعطي أداء يعني يدرس، صراحة شيء مبهر. ففوزه بالأوسكار في الحفلة الماضية كان الباقيين يعني ولا أحد قريب. كان في ناس مرة كثيرين ممتازين السنة الماضية، بس لو صنفنا هذا الفيلم 2020 حسب الأوسكار ما في أحد قريب، لكن هو فعليا نزل في 21 فأعتبره من الثلاث الأفلام حقتي. أوكي. ممكن يعني بس خليني أوضح حاجة. على نهاية السنة أو خلال هذه الشهور القادمة نشوف أعمال مثلا ما كنا ندري عنها أو فاتتنا وتتغير الترتيب عادي، بس بالنسبة إيش اللي شفناه، أنا أعتقد أني شفت مجموعة كبيرة من الأفلام خلال الربعين الماضية، خاصة عشان كنت برتب الأوسكار. بس ممكن يطلع يعني أفلام لسه ما شفتها، زي مثلا هذا فاذرهود نزل قبل أمس إلا الآن ما شفته يعني كمثال، يعني أو قبل أسبوع شيء زي كده. يب 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 بالفعل أنا برضو حتى أنا في وأنا أمشي على الستات كذا تشوف في كذا فيلم أوكي هذا ما شفته هذا وكلها يعني خلينا نقول صيتها يشفع لها أي. جدا، لكن انشغال وخرابيط ثانية ما خلتنا نشوفها. يب أنا مع فكرة إنه أنا متأكد خلينا نقول إنه في لو شفنا عدة أفلام كذا إنه ممكن تختلف. يس طيب الثالث شوف اختيار الثالث لسبب واحد خلاص، هو خلنا نقول الفيلم الأول جودزيلا فيرسس كونغ. ليش أوكي. ليش أوكي. فقط لتجربة السينما فيه الصراحة أوكي. من زمان وأنا أقولها من زمان، يعني أوكي انقطعنا عن السينما ورجعنا، من زمان ما شفنا فيلم أكشن خلاص و سي جي آي انتنسف سينمائي زي كذا. الفيلم شفته في السينما انبهرت طبعا، ما أدري وش القصة أدري ولا همني صراحة توفي أونس ولا اهتميت يا هذه ناقص، لكن في نفس الوقت المؤثرات الصوتية الأكشن دخلت جو معاها مرة ممتاز. رجعت شفته في البيت على شاشة، حتى شاشة كبيرة ولا ما أبدا من الفيلم ما يستاهل، لأنه يعني أجين في ناس كثير قالوا لا أنه الفيلم ما هو ذاك الزود، شوفوا برا السينما. فأنا بحطه كالثالث فقط إيش لتجربة السينما، وإذا واحد ما شافه شوفه في السينما، لا تشوفه برا الحق عليه، بس that's it فقط لا غير. إيوه في هي السينما خداعة شوية كذا يعني. أتذكر فيلم أفاتار
نفس الشيء نفس الشيء بالضبط. شفته في السينما طلعت مهبول يعني، حتى في بعض أصحابي شافوه في السينما ممكن 3-4 مرات، كل مرة عشان يعيشوا التجربة مرة ثانية. بعدين شفته أو حاولت أشوفه في البيت ولا قدرت أكمله، ما قدرت حتى أخلص الفيلم. فطيب هذا بالنسبة للأفلام. طيب فأنا بالنسبة لي Quiet Place Part 2 The Father و Raya and the Last Dragon. وأنت كان بالنسبة ليك رايا رايا فادر هود وغودزيلا فيرسز كونغ هذه الثلاثة حقتي. تمام طيب خلنا ننتقل للأنمي، ايش رايك؟ يلا روح. انا متحمس الصراحة لان الأنمي اجين مع انه فيه كثير بس انا نفسي فوت. أيه. انا نفسي فوت، ما ادري ليش. انا ركزت على المسلسلات زي ما قلت لك، حسيت انه ظلمتها فترة طويلة، فالأنمي انا اللي باخذ نصائح منك الآن. يلا فمتحمس أسمع لستك بعمر. والله شوف يعني هذه كانت أصعب لستة صراحة، أني يعني وصلت إلى 7 حقيقة، بس اضطريت أني أخليها 3. 7 أوكي أنا باخذ 7، أنت حط حط 3 في الفيديو، أنا باخذ 7 اللي تحت الطاولة. شوف شو الوضع. أول واحد صراحة اللي مرة عجبني وكنت بتابعه أسبوعيا يعني، اللي هو موريارتي The Patriot. من يوت The Patriot صراحة يعني هي قصة أصلا تبع شارلوك هومز، وتقريبا موريارتي هذا هو المجرم الوحيد أو خلنا نقول العدو الوحيد لشارلوك هومز اللي كان بالنسبة لي أيوة كان يعني ند على قولهم. فالقصة تأخذ جزء كبير من قصة موريارتي هذه وتسويها أنمي. إلين طبعاً هو 24 حلقة أظن أو 26 حلقة ما فاكر شيء زي كذا. المهم آخر 4-5 حلقات يعني شوية فلت الأنمي وفلت مستوى كتير مرة صراحة، بس إنه 20 حلقة الأولى اللي ما وصلنا للخمق اللي في الأخير كانت يعني ممتازة ممتازة مرة. يعني الأجواء اللندنية، الشخصيات نفسهم، كيف الحماس اللي بين هذا الشخصية وبين الشرطة وبين المحققين الثانيين، خلنا نقول الذكاء الشخصيات. آخر كم حلقة بدل ما كان الأشياء ذكية كانت تذاكي أكثر، مرة ما عجبني، لكن بقول لك الرحلة كاملة يعني ممتازة. صحيح شوية فلتت في الأخير بس ما زال يعني ذكرياتي مع المسلسل كامل ممتازة، مو عشان آخر حلقتين أقوم أقول إنه لا مو كويس. فمن الأشياء اللي مرة عجبتني صراحة. يب طيب وأنت؟ إي شوف المركز الأول يعني شوية غشاش، يعني شوية غشاش هو، يعني مهما نزل في أي وقت في ذا بيظل ما هو المركز الأول اللي هو دوتا دراجونز بلود. توقع عارف ليش يعني ما يحتاج نكمله. اللي ما يعرف عاصم من عشاق دوتا يا حتى طلع ويسوي تعليق على مباريات وعنده في تويتش شغل كمان. يعني أمي كمان يعني هذا جزء من حياتي لا يتجزأ من عاصم يعني دوتا. بس بشكل عام خارج خلينا نقول الهايب هذا والأجواء حق الدوتا، أنا أني استمتعت وسألت ناس قلت يعني ما لهم دخل في دوتا كيف الأنمي، وأعطوني خلينا نقول بوزيتيف فيدباك. أوكي ما هو الأفضل بس خلينا نقول أنه يمشي الحال. وللأمانة يس كقصة بكل حيادية القصة حقته جدا جدا ممتعة. يمكن العيب الوحيد انه قصير، يعني يو نيد مور. هو اول ما نزل بالحسبان انه يكون مجزأ لاكثر من جزء، لانه الاسم حقه في نتفليكس لو تحصله دوتا دراجونز بلود بوك 1، بمعنى انه راح يكون في بوك 2، وهذا اللي قاله برضو المخرج المسؤول. عجبني ستايل الانيميشن، انا من عشاق افاتار ذا لاست اير بندر، والجزء الثاني اللي هو كان كورا، مع ان القصه ما كانت ممتازه لكن الانيميشن استوديو ميرا كان مبدع فيها. وجاء في انمي
دوتا دراجونز بلود ما قصر، ما قصر ابدا ابدا ابدا، سوى شغله. سوى شغله. اللي عجبني في الانمي ايضا انه ما اهمل مين الديموغرافيك حقه. العاده في مثل هذه الاشغال انه تلاقي يميلون للبي جي 13 اكثر شيء، هذه لا ما همهم الصراحه. يمكن بس جانب التعري ما كان موجود وحاضر، وهذا بالنسبه لي شيء ايجابي يعني ممتاز. بس الدم واللانجوج يا كان مره مره يعدي على خير. هو الفيلم المسلسل كان ريتد ار، ف مره مره عجبني، مره مره استمتعت فيه. ف يا هذا هو المركز الاول. طيب اي احد يقدر يدخل فيه ولا لازم تكون اكيد اكيد عمق في دوتا ولا القصة على عارف الفكرة الاساسية؟ القصة اخذت طبعا، قصة دوتا الطرح حقها انه عبارة عن اجزاء متجزئة في اللعبة نفسها، اجزاء بس كذا من قصة كبيرة. مثلا الشخصية هذه يقول لك تراهي كذا كذا وتاريخها كذا بس، فهو جاب القصة حقت هذا الشخصية مع هذا الشخصية مع هذا الشخصية وصنع سيناريو كامل لها بدون التطرق لشخصيات الأخرى وذا. فبالفعل الانمي you can watch it الحالة كذا stand alone بدون أي ما تعرف اللعبة أو أي شيء، وبتكمله وراح تستمتع فيه. فهذا هو، هذا هو الجنرال قريبا ما سويت له شيء. طيب حطك تحت الامر كذا المشكله قاعد في تويتر اني بسوي بس اوكي حكي دوتا اسفين بسوي انا بنسوي شيء زي الناس عشان كذا ياخذ وقت. اوكي حلو التصريفة تمشي ولا لا؟ قويه شويه. طيب الثاني صراحه ريزيرو، ريزيرو البارت 2 صراحة. يعني شوف ريزيرو الموسم الأول يبدأ عادي، يعني يبدأ كذا مرة إيسيكاي أوكي حلو واحد وشخصية فلة ما أدري إيش، بعدين يصير يقلب قلبه كذا يا لطيف، يصير سوداوي لدرجة يعني السواد يقول يا لطيف. فالموسم الثاني لما بدأ بدأت معاه صراحة مرة كنت ضايع، طبعا بين الموسمين كان 4 سنين فمرة مرة كنت ضايع. رجعت شفت الموسم الأول وكملت عاطون معاه الموسم الثاني وكملت الحلقات بشكل أسبوعي لما خلصت. شيء يعني ما زال ما في زيه. البطل صراحة يعني من أكثر الشخصيات المميزة في عالم الإيسيكاي، لأنه دائما لما تيجي شخصيات الإيسيكاي في العالم يكون عندها فعليا قدرات بطريقه او باخرى انها تغير مجرى الامور. بس هذا الشخص قدرته ايش هي؟ يب بالضبط يعني فقدرته مؤلمه، قدرته متعبه، قدرته تخلي الشخص ما يقدر يفكر بطريقه سليمه، لانه عارف انه مهما يصير نهايته سوداء. فهذا كله لما حطيته في بالي وأنا قاعد أتفرج وحطيت نفسي مكان البطل، فعلا شيء مختلف تماما ولا في زيه أبدا. طبعا ما هو بجودة الموسم الأول أكيد، لكن ما زال ممتاز، ما زال مرة مرة ممتاز. صراحة من الأشياء اللي أزعل كثير أنه ناس كثير ساحبين عليه، وخاصة أنه ثقيل الموسم الأول شوية ثقيل، ناس كثير أوصيه يقول لي أخي شوفنا كم حلقة بس ما أقدر أكمل. بس أنا أنصح صراحة أنكم تعطيه فرصة، يعني تتكي عليه شويتين كده لما يفك معاك وما راح تندم يعني برأيي. يستاهل لا بالفعل ترى، يعني أنا أقولها ما هو مزح بس يعني، ولا هو مدح زيادة على اللزوم. ريزيرو بالنسبة لي مع ليسكا يعني واحد من الأعلام. أنا عني الصراحة شخص الإيسيكاي عندي مشاكل معه، خلنا نكون واقعين. كل سيزن ينزل لي 3-4 إيسيكاي وتحسها كذا بس تملية فراغ. هي عندهم سلوتس عبي يلا، والأفكار يعني الفكرة شاطحة مرة، الباقي جينيريك. فريزيرو لا عجبني إنه جاب الفكرة أوكي، ما هو فكرة واو مرة، بس في نفس الوقت التطبيق يا إلهي. يعني أنت تكلمت على القدرة، أنا أقول لك
كيف الانمي يوصل لك الشعور اي ان القدره هذه وتطبيقها ما هو ما هو سهل ما هو تسليك اوكي يلا يلا خلاص عيد لا 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 يا حبيبي فيه فيس تاثير يس. كل مره تستخدمها في تاثير فيا اتفق معك شيء لحاله صراحه جدا 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 طيب جداً. الثاني عندك أجين على موضوع الإيسيكاي ما أنا قاعد أقول ما في إيسيكاي بس قاعد أمدح اثنين إيسيكاي أوكي ثاني أول من قبل ما ينزل خلاص وأزعج في أهلي عناد يعني ما بقى في مدخل خلاص حتى إن ريل لايف يدخل يعني يجيني يقول لي لا تابع موشو كيتنسي موشو كيتنسي هو المركز الثاني وللأمانة كنت شويتين ساحب عليه مطنشة بالعاني بس خضعت في الأخير والحمد لله أني خضعت اختلاف يعني شيء ثاني من اللي جمعته عن موشو كيتنسي إنه هو يعتبر الأب الروحي للإيسيكاي من أقدم الإيسيكاي واللي ألهم الإيسيكايز من بعده وهذا الشيء بالفعل تشوفه يعني شيء من الغريب مثلا أنك تشوف كل أفلام الشونن بعدين ترجع لشيء زي دراغون بول فهمت تشوف مثلا افلام غندم وما ادريش بعدين ترجع ل مازنجر ما اتوقع اني بشوف دراغون بول كويس فهمت ما اتوقع اني بشوف مازنجر كويس هنا العكس في فرق كبير انا لسه مستغرب انه كيف وليش المفروض ما يصير هذا الشيء يعني اللي بعده جو من بعده يعني المفروض اخذوا للمحاسن وحسنوا لكن لا طرح جبار صراحة وأيضا استوديو أبدع الاستوديو أتعب أقول أبدع في الانميشن وزي كذا الفواصل الكوميدية فيه كان مليان فواصل كوميدية وكانت مرة ريفرشينج الصراحة يمكن المشكلة الوحيدة أنه أجين قطع في مكان تونا بعدين وخوفتي على الرجعة في الموسم الثاني أنه يكمل على طول ما وبتكون صعبة لازم ارجع اشوف الموسم الاول ما احب ماني من النوع اللي يرجع يشوف بسهوله خلينا نقول فاتوقع انه بيكون لانه المكان اللي وقفوا فيه اعتماده كبير على الحماس والبيلد اب اللي قاعد يسوونه عشان بيصير هذا الشيء فلما يبدون فيه على طول وانت ما انت متحمس فقدت الحماس هذا بيطلع بايخ فاتوقع في مشكله بيصير الا لو طرحوه بشكل ثاني ار نو ميبي يحطون له حل معين ما نعرف كيف بس يا موشو كيتنسي اللي ما تابعه لازم يلا سوينا خدمة لك يا حلاد اتفق معك يعني هو صراحة كان من الليستة السبعة اللي وصلتهم في الانمي لكن قطعته كانت بايخة وشوية في شخصيات صعبة بس هو ممتاز يعني يعني لو بعطيه مثلا ممكن اعطيه 9/10 شيء زي كذا الثالث عندي وهذا شفته قريب مره يعني خلال الاسبوع الماضي اللي هو Those Snow White Notes طبعا هذا من الانميات اللي بالصدفه طحت عليها حقيقه وكل ما سلاحت تقريبا ما حد سمع عنه لكن هو طبعا متعلق بالموسيقى بطريقه باخرى ويتكلم عن شخص يعزف آلة يابانية عتيقة اللي اسمها شاميسن طبعا اللي يسمع ناروتو او شاف ناروتو الموسيقى اللي هي الآلة الوترية اللي تكون في المين ثيم ها اللي يقعد صرخ ها ها معاه ايوه وطلعت انه هذه يعني جزء منها يعني وانا بتفرج على الانمي اكتشفت انه لا انه جزء من العزف هذا نوع من الريذم يعني ف الشخص اللي بيعزف عادة هو اللي يصرخ هذا الصريخ ما كنت أعرف هالمعلومة أوكي ما هو شخص ثاني أيوة لا مو شخص ثاني أوكي فهذه كانت معلومة جديدة لكن اللي خلاني أحطه يعني مكان أشياء كثيرة ثانية مرة عجبتني منها فيلم ديمون سلاير مثلا والأنمي اللي قال عليه عاصم إنه العزف نفسه والمواضع اللي ينعزف فيها توصلك مشاعرها بشكل كامل يعني قاعد اتفرج قبل امس قاعد اتفرج عادي فجاه قاعد يعزف الاخ وفجاه صارت عيني تدمع
ايش فيه ايش قاعد يصير، بس بيعزف ما بيسوي لي شيء. فالتأثير القوي هذا على المشاعر من جزئية الموسيقى ومن الجزئيات الأخرى، يعني برضو في جزئية عاطفية وجزئية مشاكل مع العائلة وما إلى ذلك، لكن الجزئية هذه حالها خلتني كذا أقول تعرف يا أخي هذا أنمي فريد من نوعه، لأنه قليل الأنميات اللي كذا تسوي فيني، فمعناه أنه فعلا لامس وتر خلنا نقول فيني مختلف عن باقي الأنميات. قد ما يناسب الجميع وقد ما حد يشوف هذا الشيء، ممكن عشاني أنا عاشق الموسيقى برضو أتلذذها بطريقة مختلفة. واضح من خلفية واضح من خلفية أنا كنت هتحمس وأطلب لي شاميسين أعلقه هنا. إي لا تحمس نيكست ليفل كذا يا أبو. إي لكن عجبني طبعا برضو في أشياء أفضل كان ممكن تصير أفضل، في شخصيات حسيتها مكررة مرة من أنميات الشونن وما هو مكانها، زي الشخصيات العصبية وزي كذا مثلا اللي دائما زايق، حسيت أنه ما هي مكانها صراحة. لكن أوفرول الإحساس اللي خلاني أحس الأنمي هذا خلاني أحطه في الاستحقيق. طيب وإيش الثالث حقك؟ والله شوف الثالث يعني خلنا نقول في 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 تساوي نوعا ما أو تقارب، يعني ما هيرو أكاديميا تاكون تايتن وفيلم اي هو واحد مالك بيختار، بس انت نشوف هذا بالدب يا ابو عمر ما ينفع كذا تقتل. لا هذا بالدب غشاش لازم عشان ما حد ما حد انت تقول لي باقي واحد اصبر ودي فيلم ديمون سلاير، هذول اللي كانوا يعني مره يعني قريبين من بعض. لكن بالنسبه لي صراحه يعني تجربه الموسم الاخير هذا البارت 1 من اتاك اون تايتن، مو بس الانمي حلو، لا التجربه الخارجيه التسجيل بشكل عام مع ضيوف والاراء والتحليلات وهذه للامانه استمتعت يعني مره، كانت شاقه وقتها بس الان لما انظر لها كذا والله كانت متعه يعني سلسله كانت محترمه الصراحه، ضيوف رهيبين وكل ضيف كان يعطيني منظور مختلف، تحمست دخلت جو اكثر من اللي ما متابعه الانمي فهمت. ساعدت بشكل كبير جدا ليش يدخل الليست اتاك اون تايتن، فيب اتاك اون تايتن الموسم الاخير هذا. أوكي. هو المركز الثالث او الثالث اللي بيخلنا نقول في الليست. والله شوف يا اخي انا احس انه ماني حاطط فيلم ديمون سلاير شويه مزعلني الموضوع، لانه حقيقه يعني الجزء الاخير من الفيلم المعركة الأخيرة وما بعد المعركة الأخيرة ترى ممكن من أجمل ما شفت من فترة طويلة. صح. يعني حتى مو بس الأنميات، يعني بشكل عام جزئية هذيك كانت من جد قوية ورهيبة وتنفيذ والأنيميشن والحركات، فحاس أنه طبعا يعني قبل هذا الجزء كان عندي تذبذب في الأمور وفيها شاط في هو هذه النقطة. بس يا أخي لما أرجع أفكر يعني من جد كان مميز، من جد كان حاجة تستحق الذكر على الأقل يعني. زي ما قلت أنت والله، ولا يعني بعدين لما جيت أحسبها خلنا نقول بين اختياراتي أكيد كان منها، بس إنه أتذكر إنه شفته في السينما، ف خلنا نقول في فترة انتظار كذا كثير تحس إنك تستنى يلا سو شيء بيز اي شيء. كانت ممله نوعا ما، بس على قولتك اللحظه الاخيره التنفيذ الاخير وخلقه يعني الساوند تراك بسرمة في مكان ساوند تراك حق ديمون سلاير او ماي جاد شيء كلام ثاني. يس يس يس. واعتقد كمان ان شفناه في السينما برضو اعطى دعم كذا. انا مع الاسف حزين جدا حقيقه اني فوت فيلم جنتاما بيومين، يعني آخر عرض كان الخميس وأنا خلصت المسلسل يوم السبت، مرة انقلبت يعني ما بتعرف أصلاً هم حيشيلوه بسرعة كذا ولا كان استعدلت شوية في المشاهدة، فمرة زعلت. لكن جنتاما بالنسبة لي طبعاً شيء آخر، وإن شاء الله حيكون لي حديث طويل في المستقبل. طيب في ممكن نذكر على السريع إذا حاب اللي هو أشياء يعني كانت مميزة.
في عندك بيرنين كابدي، اسمه بيرنين كابدي، هذه كابدي طبعا طلعت رياضة في شرق آسيا، ورياضة قديمة يعني، بس شيء مرة مختلف عن أي حاجة. فأنا أحب الأنميات هذه لسببين. السبب الأول أنه بشكل عام أنميات الرياضة حماس، صح. السبب الثاني يخني أفهم، أني صرت أفهم يعني، دحين تفرجني مباراة بيسبول، كرة سلة، أي حاجة، غولف طيب أي شيء تسواله أنمي رياضي حقول لك بالضبط إيش قاعد يصير. كرة الطائرة هذاك اليوم قاعد أتفرج وقاعد أشرح اللي جنبي، سوى كذا عشان كله نايكيو بالضبط الله. بعدين يعني تفهم من جد القوانين بحذافيرها. فهذه اللعبة مرة شيء غريب يعني، ما هي بين ال، ماني فاهم، ما في ولا كورة ولا شيء، بس فيها ملعب وفيها بين السومو وال، ماني عارف صراحة، مرة شيء مختلف. فهذا يعني من الأشياء العجيبة، لكن ما حطيته في الليستة لأنه أول 12 حلقة اللي هو الموسم الأول بشكل كبير انتردكشن يعني، بس تمهيد للقصة. انبسطت فيها مرة، بس حسيت انه يعني ريتهم سووا 24 حلقة مثلا وعطونا شوية من القصة بدل ما كان اغلبه تمهيد. لكن خلاص يعني دحين لو تقول لي حيبدأ الموسم الثاني اقول لك معك، اخذت الطعم لقمته يعني، فهذا السبب اني ما حطيته في اللستة. طيب بس حبيت اذكر. طيب خلنا نروح لاخر شيء، المسلسلات. اي اوكي، المسلسلات طبعا بالنسبه لي افضل مسلسل نزل السنه هذه مير اوف ايست تاون، سويت له مراجعه كامله على القناه اللي يبغى يشوفها. كيت وينسلت انا ما تعجبني اصلا كممثله، لكن في هذا العمل مره عجبتني. طريقه الطرح بشكل عام كانت مره ممتازه. ابي بسمع المسلسل اخر حلقه كان في تسارع، كان في اعتماد على الصدفه بشكل كبير، لكن لو تقول لي الرحلة كاملة ممتازة يعني، لو حاخذه كمسلسل كامل خاصة انه قصير، ممكن يسووا له موسم ثاني مو اكيد، بس الاساس انه موسم، انه مسلسل قصير، اقول لك ممتاز يعني، جيد جدا انه ممتاز. هذا الاول ميرو فيستا. اوكي طبعا انا ما شفت المسلسل، بس والله كنت متردد اساسا ابدا ولا لا. يا ما اكتب عليك، في الليسته تبغى تطلع من... هو موجود هو موجود، والليسته كبيره مشكله والله. لا شوف، اذا انت تبغى تطلع من او تدخل في قوقعه المسلسلات وتبغى تركز على مسلسلات السنه هذه مثلا، اقول لك حط مير اوف ايست تاون. اذا حاس انه في اشياء فاتتك في السنوات الماضيه، لا ندور لك على اشياء في اشياء. لا لا، هو السنه هذه، خلينا نقول التركيز على السنه هذه. السنه هذه لا، اجل ادعس، اقول لك حطوا في التوب مو في اوكي يعني. اوكي اوكي، كمسلسلات تقريبا ما في شيء احسن منه تقريبا. اوكي تمام تمام. بالنسبه لي المركز الاول مع بدايه السنه واندا فيجن، الصراحه كان ممتع 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 ممتع، بس احس ان يعني في نقطه انا لازم اقولها على افلام او مسلسلات مارفل كلها، خلاص، في ارتكاز كبير واعتماد كبير على عشق الفانز للسلسله الرئيسيه اللي هي ذا افنجرز، خلاص، وانهم يكملوا من هذا الهايب. ف يعني خلينا نقول لو ما في مسلسل اسمه افنجرز ما راح يكون بالجوده هذه بالنسبه لي، بس عشان انا تعلقت مع الشخصيات وعارف نهاياتهم زي كذا، مسلسل مره مره ممتع. يا اكيد اذا اي واحد، حتى ما احتاج اقول انصح فيه، اتوقع اي واحد شاف The Avengers بيشوفه او شافه خلصه بلا صح. ف يس واندا فيجن مره مره عجبت فيه للأمانة. طبعا هو النقطه الاساسيه ممكن انه احنا شفنا مسلسلات مارفل قبل كذا وكانت متواضعة صراحة، سواء ايجنت اوف شيلدز او اي شيء ثاني. يب. هذا اعطانا كذا كف مختلف، اعطانا يعني صياح انه ترى احنا دخلنا حقبة جديدة في المسلسلات. هو عندي يعني صراحة، شوف انا
بينه وبين واحد ثاني مره حاطه في الـ بينهم يعني. بس ما دام كنت تكلمت عنه انا اجل اختار الثاني انا، بس بس اني حادخل معك في نقاش شويه. طبعا اخر حلقه كان المفروض هي تكون في حلقه زياده، لكن عشان الكورونا وزي كذا ما قدروا يصوروها، فاضطروا انهم يحشروا شويه الاحداث ويقصوا احداث وزي كذا، وهذا ضعف المسلسل مره كثير. يعني اخر حلقتين مره مستوى المسلسل نزل بشكل كبير، وهذا السبب. لكن انا كمشاهد ما المفروض اني التمس العذر لاي مسلسل او اي فيلم او انمي او اي شيء. انا بالنسبه لي ايش المنتج النهائي اللي انت قررت انك تنزله، هذا اللي انا هتكلم عنه. فاول طبعا بالنسبه لي اول 4 حلقات هي كانت شيء مختلف، لانه فعلا فيها لحسه المخ، وفيها الحقبات الزمنيه 60s, 70s, 80s, 90s، وكل واحده تعطيك ريفرنس لمسلسلات اصلا احنا كنا نتابعها، مالكم ذا ميدل، ما ادري ايش. فهذه الاشياء كلها خلت المتعه يعني اكسترا. بس اخر حلقه شويه دخل الجدار. لكن شوف، هي مهمه جدا لافلام مارفل القادمه بدون ما ادخل في تفاصيل، بس الطريقه اللي سووها يب خلينا نقول اكسكيوشن يعني، او التنفيذ خذلهم شويتين. تتفق مع هذا. بس اجينا انا انه النقطه اللي ميزته بالنسبه لي زي ما قلت انت، افلام او مسلسلات السوبر هيروز بشكل عام قبل هذه السنه خلينا نقول كان برودكشن كواليتي، التنفيذ، الكتابه كلها ميديوكر كثير عليها، وفي اشياء كثيره تحت بعد. واندا فيجن جاي ببرودكشن تنفيذ، يعني كان يتابع الأفلام سلسلة الأفنجرز ما اختلف عليه شيء، مرة ممتازة. أوكي بجت يعني معقول أقل يس، بس إنه في نفس الوقت ستيل الكواليتي المنتج النهائي مرة يعني ما حسيت إني أتابع شيء رخيص زي اللي تعود عليه خلينا نقول. فيا مرة عجبني التنفيذ فيها. طيب خلينا نسمع المركز الثاني بالنسبة لك. يلا اللي بدأت الثاني بالنسبة لي، يعني لو حطينا واندا فيجن كذا حكون طفيلي واعتبره عندك. أيوة. اللي هو انفنسبل. اوكي سمعني. طبعا ما هو انمي، ما هو انيميشن، هذا انا اعتبره مسلسل امريكي كرتون حقيقة. كرتون. يعني ما في يعني في ناس يتحسسوا من هذا الكلمة، بس ترى هي كلمة صحيحة، وكلمة أنمي شوية جاية على الثقافة اليابانية وطريقة هي صحيح اختصار أنيميشن، لكن لما تقول مسمى أنمي كذا لحالها فتدل بشكل كبير على الصناعة اليابانية أو الشرق آسيوية خلنا نقول. anyways فإنفينسيبل بدأ جيد بس انتهى خرافي. يعني هذا عكس المسلسلات الثانية، انه يعني كانت اول كم حلقة اوكي جيد لباس لطيف، بعدين ايش هذا، صار بدأ يشير حماس، واخر حلقة يعني واحد نسي يتنفس، انا عن نفسي نسيت اتنفس من كثر الحماس، من كثر اللي قاعد اشوف. فيا من التوب صراحة بالراحة، مرة ممتاز. أنا عجبني بشكل خرافي. وأنت زي من النقطة اللي قلتها لما أنا بديت الحلقة قبل ما أسمع الضجة عنه، بديت الحلقة الأولى ولا نص بالمية توقعت إني بكمله أبدا، وخصوصا أنه يعني في اعتماد كبير على القصة وتقدمها مرة، لأنه خلنا نقول لو كانت الرحلة وتصاعد الأحداث عبارة عن رسم بياني تراي كذا الأخير طيران فوق، يعني ما أدري كيف آخر زي أمني مان كذا. فمرة عجبني طريقة الطرح اللي فيه، مرة ممتاز. وزي ما قلت أنت يعني ترى كلمة إنمي و خلنا نقول في أشياء كليشي معينة في ستايلات في الرسم ما كان موجود أبدا. يعني في أشياء أمريكية خلينا نقول تتطبع بطابع ياباني، مثلا تين تايتنز خلاص
أوكي. أمريكي 100%، لكن متطبع جدا 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 بالستايل الياباني، سواء من العيون سواء من الحركات وزي كذا. ما شفت هذا كان حاضر، كان يس بالفعل كرتون بس ذكرني أنا كثير بكرتونات التسعينات اللي كنت أتفرج عليها، إكس مان وكذا يعني. أكثر من الأنميات نفسها يعني. صح صح، خصوصا إكس مان يعني بالفعل يعني. ما أدري أتوقع أنه كوميك في الأصل، بس تبع إيش ما بحث عن كوميك أنا مزبوط. لا مو تبع لا دي سي ولا مارفل، تبع ما نفاك الشركة، بس هو نفس الشخص إذا ما أنا غلطان اللي سوى The Walking Dead، اللي كتب القصص Walking Dead اللي من غلطان. أوكي أوكي، مرة مرة ممتاز الصراحة، عجبني. وأنا بسوي حركتك يا أبو عمر، بقول إنه إذا Invincible ما هو موجود هو كان أدي الثالثة للأمانة. فا أوكي دخلنا واحد زيادة، بس المركز الثاني اللي بالإندي أنا مختلف تماماً. ما كنت أتوقع أجين لما قلت لك هذه المرة عطيت فرص لأنميات أنا أو عفواً مسلسلات ما كنت أبداً انترستد أني أطالعها ولا أني بعطيها وقت. الكوميدية الكوميدية الساركاستيك، ما هوش مش السيت كومز، لا اللي تكون طابع كوميدي من إيه. لا ريزيدنت إيليان، ريزيدنت إيليان أنا مرة 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 عجبني. ما أدري عشان هل أنا من زمان ما قد تابعت مسلسل كوميدي وكان فايتني أشياء كثيرة، بس استمتعت فيه، استمتعت فيه صراحة جدا جدا جدا. ما من عادتي يمدح شيء من ساي فاي صراحة، بس أقص يعني مو مابي مابي زحلقت من عنده شيء كويس. فكرة المسلسل حلو. نعم بس أنا شفت شباب كشكول مسلسلات في البودكاست مرة كان عاجبهم. مرة ممتاز. هو باختصار الكونسبت يعني من أول حلقة بيطلع لك إياها، اللي هو من الاسم ريزيدنت إيليان، في وضع في إيليان وسط ناس مو عارفين، ويلا تبدأ الأحداث هنا السالفة. إنه يبدأ تشيس مين اللي يعرف الثاني أول وزي كذا. هو مو بعارف يصير هيومن خلاص. واللي عجبني فيه الممثل أقنعني إنه ما هو هيومن، إنه ما هو بشري بالفعل بالفعل. تقمص الشخصية يا الله، ماني متخيل إنه تجي الواحد تقول له أباك تتصرف على إنك فضائي، أنت ما تعرفش معنى بشرية، يلا تمثل. ما صعبة صعبة جدا، لكن نجح جدا جدا جدا. وعجبني أيضا هذا شيء مرة ممتاز فيه، إنه بعد تماما عن الأجندة. نادر كل مع التقدمات في 2021 وتوقع 22 الترند كل ما له بيزيد، الاجنده كل ما لها تقوى لدرجه ان واحد ينخنق ويشوف وده يقفل بعض الاحيان. للامانه ما كانت حاضره بالقوه، لسه موجوده يمكن ترند ما يمديك تطلع ابدا، بس ما هي موجوده بالقوه اللي ذا، وهذا اللي يمكن خلاني ما اقطع الأجواء الحماسية خلنا نقول التفاعل معه، إنه ما في أكشن يعني. هو كوميدي بحت. أيه. يس 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 رزق. يبغاله أشوفه. يبغاله مرة. أنا ما حطيته في الحسبان صراحة، نسيت عنه تماماً، لكن يبغاله أشوفه شوية صراحة. زي ما أقول لك مسلسلات إلى الآن ما في شيء واو مرة إلا اللي كم واحد اللي ذكرتهم، لكن صراحة الثالث عندي كوميدي. إيه مو هذا الموسم الثاني نزل السنة هذه، الموسم الأول مرة عجبني بس الموسم الثاني أقلع، اللي هو ميثيك كويست. ميثيك كويست طبعاً يحكي قصة استوديو، اللي واحد من الاستوديوهات اللي يسوي واحد من أكبر الأيموز في العالم، ألعاب الأربيجيز الأونلاين. فتشوف خلف الكواليس شو اسمه المخرج الفني والمطورين والمبرمجين وحقون التسويق، كل واحد يبغى يمشي كلامه عشان يبغى يعني جزئيته هي اللي تنجح اكثر شيء، لكن كلها بطابع كوميدي هزلي، لكن كوميديا ما فيها ابتذال كثير، يعني فيها ابتذال بسيط ما عندك مشكله، بس ما فيها ابتذال مره لدرجه انك تحس انه اوفر، لا انه في الشخصيات اوفر نفسها،
لكن المواقف اللي تصير أغلبها زي ما تقول ممكن تطبق في الواقع. أوكي. إيه. فحلوة القصص نفسها، قصص الشخصيات، القصص اللي المازق اللي يقعوا في الشركة وما إلى ذلك، كيف إنه بعض الأحيان في قصص جانبية زي سايد كويست. طيب إنك حلقة ولا حلقتين تكون قصة جانبية تماماً لكن ليها تأثير على القصة الأساسية. أوكي. فأخذوا بعض من العناصر اللي موجودة في الألعاب وسووا لعبة، سووا مسلسل ما له أي علاقة بالألعاب. طبعاً من بطولة بطل تصاروا سنين في فيلادلفيا، anyways الكاست ممتاز، ممثلين ممتازين، الكتاب مرة ممتازة، الكوميديا مو موت ضحك بس تضحك. وانتهى الموسم الثاني نهاية ممتازة، سواء كان نهاية المسلسل أو نهاية الموسم، يعني قفلوها تكفيلة مرة حلوة، سواء جاهم تجديد ولا ما جاهم تجديد، انتهى المسلسل بطريقة مرضية جدا جدا. وهذا مرة عجبني. هذا مرة عجبني يعني، فعشان كذا ارتفع عندي في الليستة بسبب انه القفلة كانت مرة ممتازة ومحترمة، يعني احترمت عقل المشاهد بطريقة يعني. فأيوة اللي ما شاف ميثيك كويست عندك الموسم الأول. طبعا الموسم الأول صار في حلقتين بعد الحور واحدة في كورنتين، حلقة كورنتين كلها كذا على زوم، وحلقة ما بعد. هتشوف المستوى مختلف تماما عن الموسم الأول، كانت يعني هي بداية المستوى ارتفع على طول من الحلقتين هذيك، وجاء الموسم الثاني ودعس يعني. فما يتفوت إذا تحب مسلسلات كوميدية صراحة. في اللي عجبني فيه كمان في أجندات وفي رد على الأجندات، يعني يعطيك الأجندة كذا بس يجيك في النهاية واحد يعطيك كذا كلمتين من تحت الطاولة، إنه ليش الطريقة اللي أنتوا قاعدين تعرض فيه هذا الشيء قد يكون يعني شوية غبي شوية يعني يحتاج تفكير أكثر، يعني كلها بطريقة كوميدية وبطريقة بسيطة يعني ما عشان تمشي مرة. عشان تمشي لازم يقول ترى ما لازم. فعجبني صراحة عجبني هذا الشيء. طيب. هل تتوقع أن طرحه زي طرح The Office تقريبا ولا بعيد تماما عنه؟ لأنه في أجواء وفي أو عفوا مش The Office، أقرب خلنا نقول مثلا بروكلين 99، أنه في قصة وفي ذا، بس أنه في مركز شرطة وأنه التفاعل معهم في محقق في، ولا ما بعيد؟ إيوة ولا يعني إيوة أنه فيها الشطحات هذه، بس لا انه عاده القصه تكون ماشيه خلينا نقول على الحلقات بشكل متتالي، يعني الجزء الاول كان في ترابط اكثر. ايوه عن حاجه اسمها ريفن بانكويت، هذا اول اكسبانشن للام ام او. فخلال الموسم الاول كله تشوف الى مرحله الاصدار وما بعد الاصدار، وايش المضاربات اللي تصير بينهم وايش المشاكل اللي تصير. السيزن الثاني اللي هو طبعا ياخذوا انه اوكي مرت 4 أو 5 سنين على الاكسبانشن الاول فنبغى نسوي شيء، بس معلقين ما عارفين ايش يسووا، فكل واحد يبغى يطلع افكاره ما ادري ايش ويطلع فيه اكثر من اكسبانشن وايش اللي حيصير في النهايه. مره حلوه الفكره، خاصه اللي تبغى تشوف كيف بنوع بطريقه قريبه للواقع خلف الكواليس، لكن كوميديه طبعا، خاصه انه في اشراف على المسلسل من يوبي سوفت. هو المسلسل بالتعاون يوبي سوفت مع أبل تي في، ففي جزئيات يعني حقيقية جابوها من الواقع، قصص واقعية مقتبسة سووها بطريقة كوميدية يعني. أوكي فأنصح فيه صراحة. هو يمكن من أكبر مشاكل مع المسلسلات هذه اللي هي ما يكون أو التتالي في الحلقات ما يخدم القصة، أو ما في قصة كبيرة تماما. يقول لك ايه في قصه بس انه مشيها يكون بطيء، او الاحداث المغيره بالكامل تكون شبه معدومه. سووا شغله امس الحلقه اللي بعدها ولا كانه مسوا شيء. هذه تساكشلي يعني ما بالنسبه لي انا تنتع معي. انا توك مثلا صار شيء كبير الحلقه الماضيه خلاص يعني ياثر. ايوه لا في زيك، خليني اعطيك مثال. واحد من اكبر الستريمرز في العالم طلع فجأة وقال
انا ما عاد حلعب اللعبه هذه مره ثانيه. اوكي اوكي. فتشوف كيف الحلقه هذيك او الحلقه اللي بعدها كيف يبغوا يتعاملوا مع الموضوع هذا، لانه انت قاعد تتكلم مثلا على شخص عنده 20 مليون متابع فجاه ايوه، فحيضرب الماركت حقهم. فهل نسوي احنا ستريمر ولا نروح ندور على ستريمر؟ طب هذا كم نتفاعل وهذا ما ادري ايش. فايوه، فكلها زي ما اقول لك ممكن تكون قصص منفصله، بس هي قاعده تخدم القصه الاساسيه اللي هي أوكي. كيف نوصلها لأكبر عدد وكيف تستمر بدون ما تقفل وما إلى ذلك. أوكي، لا لا هذا دفنت دفنت بيدخل معنا. لا لازم لازم إيه. مشكلة يا أخي، أنا مسلسلات أبل تي في ما أدري ما أدري عشان هلا السالفة، أنا عندي مشكلة مع أبل من أول برا مع الأجهزة وما قاعد تأثر. ما أدري يا أخي، ما يجيني نفسه أول ما أشوف علامة إيه. هذا يبغاله يبقى. بعدين الحلقة ثلث ساعة كذا، ما يعني ما من قصيرة بعد، ما هي بالأربعين. كوميديا. نايس نايس نايس. أوكي. الثالث اللي عندك؟ طيب الثالث زي ما قلنا طلعنا إنفينسيبل، يس دخل الثالث معايا. هو اللي إلى الآن ما خلص خلاص، لكن للأمانة الآن مدخل لي جو معاه وفكرة إبداعية مرة ممتازة، اللي هو لوكي. لوكي 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 مرة مرة ممتازة، أنا مستمتع جدا جدا. أربع حلقات أعطاني بعد، أعطاني مع كل حلقة شغلة جديدة. يعني في كونسبت معين خلنا نقول يخدم المسلسل كامل، وقاعدين يستغلونه يستغلونه يستغلونه. يعني اوكي انفتحنا هذا الباب، خلنا نروح ندرعم فيه. يبغالك تتابع عشان تعرف القصه، لانه يمكن بيحرق الحلقه الاولى كامله. لا داعي، بس انه هو المبدا حق الحلقه الاولى هذا مع تقدم القصه بيبدا لا انه بيستغله وبيدخلك اشياء في القصه نفسها من ما راح تصير في مسلسلات عاديه، عشان لأنها ما تمشي على خلينا نقول المبدأ اللي صار في الحلقة الأولى. فرهيب رهيب رهيب مرة جدا جدا جدا. خلاني أفكر بأشياء كذا، يعني كيف لو مدري إيش لو في بالفعل. ممتازة ممتازة ممتازة. رهيبة رهيب 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 جدا. يعني أتكلم على اللي هو أيضا لأنه مأخوذ من عالم مارفل، فأنت قاعد تربط كل الأحداث هذه وتقول ممكن على عالم مارفل نفسه والأفلام الأفينجرز. فايضا هذا اجين نفس شغل واندا فيجن، انه في اعتماد كبير على تقبل المستمع والمشاهد على الشخصيات هذه. فانت تشوف الحدث تقول طيب هذاك اللي صار في كيف ما ادري لو او طيب. جدا 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 ممتع يعني. وزي ما قلت في واندا فيجن، اذا انت متابع متاكد بشكل كبير انك تقول لازم او بتتابع او حاطه في اللسته، بس وتفر انت وين مكانك، انا اقول لك لا انطلق ما عليك لن تندم. مره ممتاز مره مره ممتاز. يب هذا هو. ما مشيت فيه كثير يعني، شفت يمكن حلقه ونص لكن اعتقد باقي له حلقه هو هذا من غلطان. ها توقع الرابعه نزلت، ماني متاكد هو كم حلقه بالضبط. اعتقد انه باقي حلقه. طبعا ممكن لما يكون لما نزل ينزل الفيديو هذا يكون نزل بالكامل، بس وقت التصوير لسه باقي له يعني. anyways بس ايوه هذا يعني من الاشياء اللي غالبا غالبا راح نسوي لها مراجعه بعد ما نخلص على طول يعني. اكيد اكيد. فلوكي يقول لك يا سيدي ست حلقات. ست حلقات يعني نزلت أوكي. الان اربعه بتاريخ التصوير هذا، باقي حلقتين. باقي تمام. طيب حلو. فممكن على السريع نذكر بالأشياء اللي ذكرناها. بالنسبة لي في الأفلام أنا Quiet Place Part 2, The Father, Rise of the Last Dragon، وكنوع من خلنا نقول مرتبة شرف The Mitchells vs. The Machine. عندك في الأنميات بالنسبة لي Moriarty the Patriot, ReZero, و Those Snow White Notes، وفيلم قاتل الشياطين كان مرتبة شرف. في التلفزيون Mare of Easttown، واندا فيجن خليته عندك، Invincible، وميثيك كويست.
اوكي وانت ايش الليسته حقتك؟ الليسته كانت في الافلام راي ذا لاست اند ذا لاست دراجون فاذر هود جودزيلا فيرسس كونغ، والانميات كانت دوتا دراجونز بلود وموشوكو تنسي واتاك اون تايتن. وبالنسبه للمسلسلات كنا وان ديفيجن ريزيدنت الين، عشان غشينا دخلنا لوكي كذا بعد. كف. يس 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 هذه اللي استكابله. وانتو نحن مرت 6 شهور بالضبط، خلصت 6 شهور من بداية السنة، فأعطونا في تعليقات إيش بالنسبة لكم 3 إلى 5 يعني عادي يعني بدون غش أحد يطلع برا 5 بس خلينا نقول 5 ماكسيمم لكل شخص، أنميات مسلسلات أفلام أو أي واحدة فيهم، إذا مثلا ما تتابع أنمي عادي أعطينا بس مسلسلات وأفلام والعكس، نبغى نشوف ممكن فيها أشياء فاتتنا. هذا كمان يساعدنا صراحة نستعد ل أن نحاول نخلص الأشياء حق السنة الأولى قبل ما تبدأ أشياء السنة الثانية عشان نلحق عليها من بين المراجعات، وحتى نهاية السنة نبغى نسوي مقاطع خاصة بالسنة وزي كذا. السنة الماضية ما مدانا مع الأسف، لكن ما مدانا لأنه العالم كان مختلف، يعني كان في مثلا بالنسبة لي أفلام كثير ما صارت متاحة للمشاهدة إلا بعد بداية السنة بأربع شهور يعني، ولما شفتها فعلا من أفضل أفلام السنة. فلو سويت القائمة بدون ما أشوف صراحة الأفلام اللي ما صارت تقدر تشوفها بشكل رسمي إلا خلال 3 أو 4 شهور مع أنها نزلت السنة الماضية في باقي العالم، هذا اللي صراحة خلاني ما أقدر أسوي هذه القوائم السنة هذه. لكن السنة الجاية إن شاء الله إذا استمرت الأمور وتتحسن إن شاء الله، والسنة ما شغالة وديزني بلس وهولو وإتش بي أو ماكس كله قاعد ينزل يعني في خدماتهم بالإضافة للسينما، فهذا راح يساعدنا كثير إنه نكون أول بأول. لكن ممكن تكون فاتتنا أشياء، فأعطونا في التعليقات خلنا نشوف ذوقكم كمان وقيمكم إيش رأيكم. نزل بالكومنت كده تقييم القائمة حقتك 5 من 10 اللي بقيم أبو عمر أنا مالي دخل، أنا ما راح أقيم زعلنا بعدين. لا ما في تقييم لحد يخاف كل واحد يكتب أي شيء. فبس لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، أعطونا كمان هذه فرصة دائما قاعد نتكلم هنا انه تقولون لنا في التعليقات ايش تبغوا تشوفوا فيديوهات السنه هذه. عندنا اشياء قاعدين نشتغل عليها، لكن بعدين تجي افكار حلوه يعني، زي مثلا النص اللي جانا من احد المشاهدين حق كتابه الشخصيات الايبك او الملحميه، كان ما هو في الحسبان لكن شخص قدم النص وشفنا انه ممكن يطلع منه فيديو جميل سوينا، مع أنه ما كان في الخطة يعني. فمهما كان عندنا خطة ممكن نشوف أشياء تكون أفضل، ممكن تكون أشياء أسهل في التنفيذ، مثلا زي حق أفلام الألعاب السيئة هذا أخذ مني شهور طويلة، واحد من الأسباب أنه تعبت وأنا قاعد أتفرج على أفلام السيئة هذه يعني اكتئبت. لازم نفسيا النفسية زيلها كول داون. كنت داعس مرة، وبعدين لاحظت أني دخلت مرحلة اكتئاب من سوء الأفلام، فصرت أشوفها على جزئيات بعيدة يعني. فعشان كده طول، ولا أنا كنت أصلا ناوي أنزله في فبراير الماضي بس يعني كله بجر إن شاء الله. لا الدرجة يا أبو عمر الوضع مرة سيء. والله مرة سيء، والله ممكن من أكثر الأشياء اللي تعبت وأنا سويها بحياتي إن أتفرج على أفلام المعفنة هذه مرة ثانية. The things we do في كشكولا. قولوا لنا في التعليقات، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، وإن شاء الله نشوفكم فيديو ثاني على 1000 خير.